لما تيجي تقولي انتخابات اتحاد الكوره هتقولي هنا بوريد، هتقولي احمد نجاهد، هتقولي احمد شوبير، هتقولي جمال علام، هتقولي عمرو الجنايني، دي الاسماء اللي انت قلت عليهم فشله يا ستي. انا بقول لك الاسماء المطروحه، ايه ده؟ الاسماء اللي موجوده على على الساحه دلوقتي هم الاسماء دي، مفيش غيرها، محدش تاني ظهر. لكن احمد نجاهد تجاوب الجمهور، قولي احنا هنفضل في الدايره دي كتير؟ دايره ايه؟ دايره الفشله. لا مال، ما هو انت لو عندك وجود اللي انت وقفت معايا كابتن شوبير، عندك ما وقفتش مع حد تاني وتالت وعاشر. انا لما دخلت انتخابات اتحاد الكوره كانت انتخابات تكميليه، دخلت بمفردي وحدي فقط لا غير، لدي من الشعبيه ما يكفي داخل الجمعيه العموميه ان انا انجح بفضل الله في اي وقت. حط دي على جنب يا أيوة. كابتن ده انت ما كملت الست اشهر ومشوكوا. ايوه كويس، مين اللي مشانا بقى؟ فشلتوا. ما انا شرحت لك الموقف ما بين 2019 كسبنا الثلاث ماتشات وخسرنا من جنوب افريقيا، والاتحاد الحالي لم يكسب اي مباراه. طيب خلاص، كانت في وجهه نظر واحنا استقلنا. احنا انا الوحيد اللي قدمت استقاله مكتوبه اللي حضرتك عرضتيها دي، وفندت فيها كل الاسباب لان انا كنت مستقيل من قبلها بكام يوم. اللي عايز اقوله انت بتغسل ايدك يا كابتن شوبير، مش احمد شوبير بتغسل ايدك. انا مشكلتي الحقيقيه في الحياه ان انا اكتر واحد في الدنيا بيواجه. عينك في عيني كده؟ اه، مبرقه ومفنجله. انا احب المواجهه واحب الصراحه واحب الاعتراف بالخطا لو حصل، لكن هو من حقه انه يتكلم، انه لو عنده مشروع يقوله ولو عنده افكار يقولها مره ثانيه. وعلى فكره هستضيفه ثاني. ومن حقك تنتقده ثاني. طبعا. اللي بعده. كابتن دلوقتي كابتن شادي محمد بتسال على يا عم بلا شادي محمد، بلا شادي يا حسني، سيبك من الكلام ده. اتكلمنا على رجاله محترمين يا اخي، اتكلمنا على مقدمين محترمين. مقدمين ايه دول؟ مالهم مال التقديم دول؟ ولا حتى لعيبه محترمين؟ كلمنا على ناس محترمين يا عم. شادي ايه وشادي ايه وفاتك ايه وكلام ده؟ يا عم اسمع مني انا بقى، ايه العيال دي اللي هتكلمنا عليها دي؟ كلمنا على ناس محترمه بقى، شادي وشاديه وحسنيه وتحيه والكلام ده. لا مش حلو. بس بقى هل ده اعلام؟ لا مش حلو. شكرا. انا قلت لك لان ساعتها كان الواحد متعصب ومتنرفز. وده المفروض ما يصحش. انا بحترمك على هذا الاعتراف. مش حلو. لانه مش ممكن رموز الاهلي يطاف بعد كده. انا قلت لك مش حلو. على طول. شكرا جدا. لا لا. وعشان كده. لا الوضوح وضوح. هنقل على اللي بعده. طب حلو. تعالى لي في العدل اخلصك على طول. انا ما بعرفش اخد بالي اكون عدل. مشكلتي في حياتي ما بعرفش اخد بالي اكون عدل. اللي بعده. فضيحة سائق شوبير 2006. تمنع الجبلاية من توزيع تذاكر لقاء الفراعنة وغانا. ايه بقى؟ انت عارفة ساعتها حكاية تذاكر افريقيا بقى؟ عارفة ساعتها كان مين مدير مباحث العاصمة؟ اللي هو اسماعيل الشاعر. راجل جميل ومحترم. ما فرصة، ما انت عايزة فرصة بوجه له تحية. جميل ومحترم. محترم جدا. تعاملت معاه يعني. ده حد عظيم يعني. أنا دماغ. طبعا راجل دماغ. رجل أمن يعني. أنا كلمته في التليفون. قلت له إيه الموضوع ده؟ أنا من كتر اللي اتكتب أنا صدقت. يعني أنت كنتش تعرف؟ أقسم بجلال الله أنا من كتر اللي اتكتب أنا صدقت. اللي هو إسماعيل موجود حي يرزق ربنا يديله الصحة يا رب طولة العمر. قلت له إيه ده يا فندم؟ قال لي والله أنا بضحك يا أحمد زي زي. أنا صدقت. ده انا جبت السواق ده عيني. طب ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل؟ احنا بناخد دعاوي لحضور الماتشات زي اي حد. خد يا كمال تذكرتين بس سواقك. اقسم بالله عشان ولا مفيش عشان نروح سودة ولا الكلام ده؟ سودة ايه وبيضة ايه؟ سودة ايه وبيضة ايه؟ نهار اسود. طب ليه الحملة سودة الضخمة اللي اتعملت؟ بقول لك انا كلمت الراجل في التليفون. حد ده كان وراها حبلة ممنهجة؟ طبعا. مين كان وراها؟ حد يعني توفى الله يرحمه. الله يرحمه بقى. بس انا خدت حقي تالت. هو في دار الحق. بس انا خدت حقي تالت وتالت. فعلا؟ عملت ايه؟ لا حد توفى الله يرحمه. ما ينفعش.